بريد باي خدمة جديدة للدفع الإلكتروني أطلقتها مؤسسة بريد الجزائر من خلال تطبيق بريدي موب الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية، ما يسمح للزبون بدفع مستحقات التاجر عن طريق تحويل الأموال من حسابه بطريقة آمنة. قامت مؤسسة بريد الجزائر بهذا الصدد خلال السنة الجارية بتوسيع عملية توزيع نهائية الدفع الإلكتروني TPU وتنصيبها لدى التجار مجانياً مع مرافقتهم بجملة من الإجراءات التحفيزية، وذلك للحد أيضاً من انتشار جائحة كوفيد-19 باعتبار أن العملات النقدية تشكل أحد عوامل انتقال العدوى. تعميم خدمة الدفع الإلكتروني في أجل أقصاه لا يتعدى نهاية السنة الجارية هو ما تعمل عليه وزارة التجارة تفعيلاً للمادة 111 من قانون المالية 2020 التي تلزم جميع التجار على تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني. وكلكم تدركون جيداً بأن ناحية العملية التطبيقية هذه عملية صعبة جداً إن لم أقل مستحيلة، لأنها تتطلب أكثر من 2 مليون TPU، ولا نعرف قدراتنا المحلية ضعيفة، وهذا يتطلب أكثر من 15 سنة لإيفاء بالتزامات المادة القانونية بهذه الطريقة السهلة مع وجود 37 مليون مشترك في الجيل الرابع. أعتقد أنها أسهل طريقة من ناحية الكلفة، يعني مش هتكلفنا ولا شيء، لأن TPU يكلف، يتشريه يعطيه لك بريد الجزائر مجانا، لكن في نهاية المطاف تدفعه يعني بالتقسيط. إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني جاء بناء على خصوصية الوضع الراهن وما فرضه انتشار وباء كورونا لتجنيب المواطن عناء التنقل والتخلص من مشكل ندرة السيولة.